انتم ما كونتوا ما خرجتوا ابطال. اما هذه الالوان لا تعني للجزائر اي شيء. اللجنه الاولمبيه الجزائريه نسات هذا البطل في فرنسا رغم انف كل الاحداث. اللجنه الاولمبيه مع هذا البطل وين راهي؟ كلهم فشلوا، راحوا السياحه وعاودوا رجعوا للجزائر. السلام عليكم ومرحبا بكم. في هذا الفيديو راح نتكلموا على امر مهم جدا، وراح نتكلموا على اللجنه الاولمبيه الجزائريه. كاين امر ما عجبنيش صراحه، وموضوع كان لازم اني نتطرق له لانه هناك العديد من المغالطات والاخبار الخاطئه والكلام اللي هو ماشي قاع صحيح، كذب في كذب، مجرد اشاعات لا اكثر ولا اقل. اول شيء نبدا بها اللي هي فضيحه اللجنه الاولمبيه، اللي هي بدات بها باللباس تاع الرياضيين اللي كانوا واللي راحوا شاركوا في اولمبياد باريس 2024، اللي هي هذه الصوره كما راكم تشاهدوا، اللي تكلم عليها رئيس اللجنه الاولمبيه وتكلم وقال انه هذا اللباس يمثل البعثة الجزائريه والالوان اللي فيها تمثل الجزائر. هذا الالوان لا تمثل الجزائر باي صله كانت. الالوان الجزائريه كلنا نعرفوها، كما راك تشوف معايا قميص المنتخب الجزائري اللي راني لابسه، الاخضر الابيض هذه الوان المنتخب الجزائري، كي تزيد له الاحمر كذلك تابع للعلم الجزائري وللرايه الجزائريه. اما هذه الالوان لا تعني للجزائر اي شيء. كان اللي حبوا يتفلسفوا فيها وقال لك الاصفر لون الصحراء والاحمر والازرق لون البحر صديقي هذا الامر كله ما كانش منه، حصلوا داروا حاجه حصلوا بها حبوا يبرؤوها، زادوا حصلوا اكثر واكثر، لانه هذه الالوان ما عندها حتى علاقه بالجزائر. زائد ايضا المغالطات اللي تكلم عليها رئيس اللجنه الاولمبيه الجزائريه، تكلم على الابطال الجزائريين اللي كانوا مشاركين في اولمبياد باريس 2024. شكون هاد الابطال؟ ثلاثه فقط، ايمان خليف، كيليان مور، جمال سجاتي. هادو هما الثلاثه اللي يستحقوا منا الاحترام، زائد بطل جزائري انا ما نسيتوش. ولكن الفضيحه انه اللجنه الاولمبيه هي اللي نساته، اللي هو هذا البطل، هذا البطل تجيده نسيتوه؟ انا ما نسيتوش. ادريس مسعود اللي كان مرشح انه باش يفوز بالميداليه الذهبيه في اولمبياد باريس 2024 وانسحب من الاولمبياد بانسحاب تكتيكي بسبب زيادته في الوزن، زاد في الوزن وانسحب باش ما يلعبش ضد المصارع من الكيان، وهذا كان امر طبيعي وامر عادي جدا، وبرافو عليه على هذا الانسحاب بالطريقه الذكيه وبالطريقه التكتيكيه اللي باش ما يتعاقبش ويتفادى عقوبه 10 سنوات باش ما يحرموش من مشاركات اخرى. ولكن اللجنه الاولمبيه الجزائريه نسات هذا البطل، لا كرموه ولا تكلموا عليه بالطريقة الجيدة ولا اعطاوه حقه ولا أي شيء. هذا البطل وقف مع قضية عادلة واللي هي القضية الفلسطينية. الوقفة تاع اللجنة الأولمبية مع هذا البطل وين راهي؟ ما شفناش، لم نرى أي شيء، ما شفناش وقفة مع هذا البطل. أنا بالنسبة لي هذا البطل كان هو أيضا يستحق التكريم، يستحق انه يكرموه ويوقف والناس تصفق له لانه دار امر جيد ورائع جدا ويحترم عليه، لانه ما لعبش ضد مصارع من الكيان، وحنا لا للتطبيع وماناش مع التطبيع ومعروفين انه ضدهم طول حياتنا والى الممات. على كل حال ادريس مسعود يستحق كل الاحترام والتقدير. زائد ايضا رئيس اللجنه الاولمبيه اللي تكلم على إيمان خليف وقال أنه هذا البطلة الجزائرية اللي حققت إنجاز، هي حققت إنجاز بفضل مجهوداتها، بفضل الإمكانيات اللي عندها، بفضل الموهبة اللي عندها، بفضل القوة الربانية اللي أعطاها لها، بفضل القوة الذهنية القوية جدا اللي عندها، رغم الأعداء اللي تكالبوا عليها من مختلف النواحي، اللي كانوا ينتقدوا إيمان خليف انتقادات قوية جدا، ولكن كانت صامدة واقفة وحاربت من أجل الميدالية الذهبية، جابت الميدالية الذهبية وترفع العلم الجزائري في بلد الأعداء مع النشيد الوطني الجزائري في فرنسا رغم أنف كل الأعداء. إيمان خليف
كنا نعرفوا الخطوات بتاعها. إيمان خليف كونت نفسها بنفسها، هي صرفت على نفسها. اللجنة الأولمبية ماذا قدمت لإيمان خليف من قبل؟ ولا أي شيء. لا اللجنة الأولمبية كونتها ولا أي شيء. يعني ما تمدوش مغلطات على أساس أنه اللجنة الأولمبية هي اللي كونت هذا الأبطال وهي اللي قدمت. لا، اللجنة الأولمبية لم تكون أي أبطال. زائد أنه كيليان مور هي هدية من عند شكون؟ هدية من عند فرنسا للجزائر. علاش هدية؟ لأنه كيليان مور كان تمثل الجزائر بعد الإصابة اللي تعرضت لها. فرنسا وقفتها وبلوكاوها من المشاركات مع المنتخب الفرنسي للجومباز، فكيليان مور قدمت طلب للجزائر أنها باش تشارك وتمثل الجزائر. الجزائر رحبت بذلك ولا تتمثل الجزائر. يعني كيليان مور ما كونتهاش اللجنة الأولمبية الجزائرية. زائد كذلك جمال سجاتي، الناس اللي ما يعرفوش أنه كان لاعب كرة قدم، بعد وقف عن كرة القدم وكمل في العدو ولا يشارك وينافس، وتحت راية شكون؟ تحت راية العسكر، يعني تحت راية الجيش، وهو يعتبر عضو من الجيش، والجيش هو اللي كان متكفل بكل المصاريف والأموال كلها تاع جمال سجاتي. يعني اللجنة الأولمبية لم تقدم أي شيء. اللجنة الأولمبية المتسابقين اللي راحوا واللي فشلوا واللي رجعوا بأيادي فارغة هما اللي كونتهم اللجنة الأولمبية. يعني باش تعرفوا أنه اللجنة الأولمبية هي أصلاً ما رايش تدير في خدمتها وما رايش تدير في العمل تاعها بالطريقة الصحيحة، لأنه هناك العديد من الأبطال الجزائريين المتقاعدين اللي من المفروض يعطوهم مناصب تاع تدريب ويدربوا أجيال جديدة ويصعدوا أجيال جديدة، ولكن هذا العمل استراتيجي غير موجود عندنا في الجزائر. تشوف الأجانب علاش ناجحين؟ لأنهم يعملوا بهذا الطريقة. أبطالهم هم اللي يكونوا مستقبلا مدربين ويزيدوا يكونوا أبطال آخرين وهي مستمرة. احنا عندنا لا، بطل تنهي مسيرتك تروح تريح في داركم حياتك كامل، بعد يجيبوا واحد لا علاقة له بالرياضة، دار كومبات زوج كومبات هكا وصاي، يجيبوه يدرب ويتخلص ويدي الأموال وعادي جدا. أو هناك دول أخرى أجنبية وش يديروا؟ يجيبوا مدربين أجانب، يكون مدرب مثلا جزائري ومدرب أجنبي ويخدموا مع بعضهم البعض ويكونوا لك أجيال جيدة في كل المجالات. في أي دولة مثلا، كاين دول عديدة متخصصين، مثلا كوبا في البوكس إيمان خليف عندها مدرب جزائري ومدرب من كوبا، وهذا أمر جيد باش يطور الخبرات تاعها ويطور إمكانياتها، لأن الكوبيين معروفين أنهم متفوقين بدرجة كبيرة جدا في الملاكمة، لأنه باش يستفادوا من خبراتهم. هذا الشيء اللي لازم يندار في مختلف الرياضات عندنا في الجزائر، وبالأخص في هذا الرياضيين اللي باش نشاركوا بهم في الألعاب الأولمبية القادمة إن شاء الله. باش يكونوا أقوياء لازم نعملوا بهذه الاستراتيجية. واللجنة الأولمبية كفاكم التصريحات وتغليط الناس، اللي الناس اللي ما يعرفوش، لأنه كل شيء مفضوح. أنتم ما كونتوا ما خرجتوا أبطال، الناس اللي خرجتهم كلهم فشلوا، راحوا سياحة وعودوا رجعوا للجزائر، لا ميداليات ولا أي شيء. على كل حال، تحية الجزائر وتحية لكل أبناء الجزائر. السلام عليكم.